بحكم النهاردة على موضوع اسمه شريك الحياة بين الاختيار والاكتشاف. شريك الحياة بين الاختيار والاكتشاف. الآية اللي حابة أراها قبل ما نبتدي آية من سفر أشعياء إصحاح 27 وعدد 2، وآية من سفر التكوين بالإصحاح الأول والعدد 27 و28. أشعياء 27:2 بيقول إيه؟ بيقول: في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهى. في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهى. في سفر التكوين إصحاح 1 عدد 26 و27 يقول: وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها مجدا للثالوث الأقدس. موضوعنا النهاردة أنا مقسمه لثلاث عناصر كبار عشان نحدد أفكارنا. العنصر الأولاني اسمه: لماذا يفشل الزواج؟ والعنصر الثاني اسمه: كيف أعد نفسي لأكون شريك حياة ناجح؟ والعنصر الثالث اسمه: نحو اختيار واكتشاف شريك حياة صالح. ثلاث كلمات. الكلمة الأولى أسباب الفشل، أحب أبتدي بيها، لأنه لما نعرف لماذا يفشل الزواج نتجنب الفشل. ونمرة 2، مش عاوز أتكلم عن مواصفات شريك الحياة اللي أنت بتدور عليه، لكن نفسي أتكلم عن إعدادي أنا لكي أكون شريك حياة ناجح. عادة الواحد بيفكر إيه هي مواصفات الإنسان اللي عاوز يرتبط بيه، قبل ما يفكر إزاي هو نفسه يكون إنسان مناسب للآخرين. فيبقى السؤال مش من هو شريك حياتي، لكن السؤال الأهم من كده: أنا إزاي أعد نفسي لكي أكون شريك حياة ناجح؟ والسؤال الثالث: كيف أختار، أو كيف، ما هي مقاييس الاختيار أو الاكتشاف في شريك الحياة؟ السؤال اللي أنا عاوز أبتدي بيه، وأرجو أن يكون سؤال مؤثر في حياتنا: لماذا نرى حولنا عدد الزيجات غير الناجحة أكثر بكثير من الزيجات الناجحة؟ مش عارف، لما بنبص حوالينا نلاقي أن البيوت السعيدة قليلة شوية، وعدد البيوت المملوءة بالصراعات والخناقات والخلافات، طبعا الاختلافات ده شيء صحي، ان البيت يبقى فيه خلاف امر طبيعي، لكن عندما تتصاعد الخلافات وتبقى صراعات ومساومات واحيانا مشاحنات واحيانا حروب جوه البيت الواحد، نتساءل لماذا يفشل الزواج. اتصور ان انا عندي 5 اجابات لاسباب الفشل. بحب احط الاسباب دي قدامكم يا جماعه عشان نتحرك على اساس ثاني. اول سبب من اسباب فشل الزواج: اول سبب من اسباب فشل الزواج اسمه البحث الخاطئ عن الارتباط. لما نسال الناس: انتوا بتتجوزوا ليه؟ ليه عاوز تتجوز؟ الاجابات اللي عملوها احصائيات في علم النفس كانت كالاتي: ناس قالت بنتجوز عشان دي سنة الحياة، ربنا قال الناس تتجوز فلازم نتجوز. ناس بتتجوز هروبا من الوحدة، يعني هو عايش لوحده فمحتاج حد ايه يونسه وياخد بحسه يعني. ناس بتدور على حاجة اسمها الاشباع الجنسي، الزواج نوع من انواع الاشباع المشروع للجنس، لدرجة ان في بعض الكتب بتطلق على الزواج لقب مش ظريف ابدا، بيقولوا عليه انه وسيلة شرعية للزنا، يعني زنا شرعي، الناس بتمارس الجنس في الزواج وده تقنين لموضوع الاشباع الجنس. الناس بتقول احنا عايزين نتجوز عشان نخلف، والاولاد بيدونا نوع من انواع الامتداد في الحياة، يقول لك اللي خلف ايه ما ماتش. وناس بتقول الجواز عزوة، لما بتجوز النهاردة بقى فيه جواز مشهور قوي اليومين دول اسمه زواج المصلحة،
عيلة فلان تتجوز عيلة فلان اسمه زواج مصالح، مش ولد بيتجوز بنت، لأ بتبقى أسرتين بيرسموها بيخططوها ان هذا الزواج يساوي اندماج مصالح أسرتين مع بعض، شركتين بيتجوزوا، عيادتين بيتجوزوا، مصنعين بيتجوزوا، فيلتين بيتجوزوا، يعني مش راجل ومراته لكن اسمه زواج المصالح. كل هذه التحاليل عن الزواج اسمها البحث الخاطئ عن الزواج. هل نحن في المسيحية نتزوج لأن هذه سنة الحياة؟ أبدا. هل بنبحث عن هروب من الوحدة لنوع من أنواع الأنانية؟ أنا بدور في شريك الحياة عن هروب من الوحدة، يبقى أنا بدور على نفسي مش بدور على مين. هل أنا بدور على الإشباع الجنسي بس؟ هل الزواج مجرد وسيلة للإشباع الجنسي وخلاص على كده؟ يبقى زواج جسد بجسد، بينما الزواج المسيحي هو زواج كيان بكيان مش جسد بجسد. هل هو بحث عن الامتداد للأولاد؟ طب فرضنا ما فيش أولاد، يبقى الزواج فاشل ولا إيه الحكاية؟ هل هو عزوة؟ الإجابة عندنا في المسيح أن الزواج هو الهدف الأول في الإثمار، أن الزواج هي بداية تحقيق قصد الله في الخلق. إحنا بنتزوج في المسيحية لأن الكتاب المقدس علمنا أن قصد الله في الخلق زي ما قال من البدء خلقهما إيه؟ ذكر وأنثى. عندما يرتبط الرجل بالمرأة يحقق اكتمال رجولته وتحقق اكتمال أنوثته. الراجل بتظل رجولته ناقصة إلى أن يكمل نفسه في شريك حياة آخر. لأن زي ما أنتم عارفين آدم لما ربنا خلقه قال ليس حسنا أن يوجد آدم إيه؟ وحده. ولو تلاحظوا ربنا أخذ من آدم ضلع، يعني حتة نقصت منه، وبعدين عملها حواء، وبعدين عمل إيه؟ رجعها له تاني. يبقى لما آدم خدنا منه الضلع أصبح في آدم حتة إيه؟ نقصة. ولما رجعنا له حواء اكتمل آدم برجوع حواء. فالزواج اكتمال الطرفين، الرجل يجد ملء سعادته في المرأة والمرأة تجد ملء سعادتها في الرجل. يحقق الاثنين كمال النحن وليس أنانية الأنا. الإنسان قبل الزواج أنا عاوز، أنا بحب، أنا نفسي. بعد الجواز إحنا، فتتحقق فيها كمال النحن، يحصل نوع من أنواع الاتحاد، يبقى فيه كيان جديد اسمه الرجل والمرأة، يبقى فيه برنامج اسمه برنامج إحنا. وإحنا يعني كترنا يعني حققنا التكاثر والإثمار. هو بيسعد وهي بتسعد، ويظهر نتيجة الثمر في الأولاد اللي حيثمرهم. صفاته بتكتمل، والإنسان في الزواج بيتعلم الكثير، يتعلم النضوج الراجل، البنت تتعلم تحمل المسؤولية. قبل الزواج يبقى الإنسان محصرم زي العنب المحصرم، عارفين المحصرم فيه مش عصير. عشان كده الكتاب المقدس يعلمنا أن الزواج اسمه الكرمة، غنوا للكرمة إيه؟ المشتهاة. الكرمة عبارة عن إيه؟ عبارة عن عنب نعصره يطلع إيه؟ عصير، اسمه عصير الكرمة. الكنيسة اسمها الكرمة، العذراء اسمها الكرمة، المسيح اسمه الكرمة، الزواج اسمه الكرمة. لما تقرأ الكرمة في الكتاب المقدس تتحدث عن حياة مملوءة بالإيه؟ بالعطاء وبالثمار وبالفرح. المسيح متى يقول أنا هو الكرمة الإيه؟ الحقيقية، وأبي مين؟ الكرمة. لما نكلم الست العذراء نقول لها السلام لمريم الكرمة التي لم تشخ، هي كرمة لأن ادتنا عصير الحياة. الكنيسة هي الكرمة، أنتم الكرمة وأنا أنتم الكرمة، أنا الكرمة وأنتم الإيه؟ الأغصان. الزواج هو الكرمة، يقول امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك. الكرمة هي العنب المملوء بالعصير وبالعطاء. في الزواج بيحصل نقلة، الإنسان بيجد ذاته، بيحقق كمال الخلقة، صفاته بتكتمل، بحثه عن السعادة بيكتمل، بيجد نفسه عندما يعبر إلى الآخر ويخرج من أنانية الطفل. الإنسان قبل الزواج طفل كبير شوية، عشان كده اليومين دول يقول لك أنا مش عاوز أتجوز، أقول له مسكين أنت أناني، أنت عايز تعيش لوحدك لأنك تبحث عن سعادتك. لكن الإنسان عندما يتزوج يجد سعادته في أن يخرج وينطلق نحو آخر. وفي علم النفس وفي المسيحية أيضا الحب هو الانطلاق لإسعاد آخر ولإكمال سعادته، وبينما أنا أكمل سعادته تكتمل فرحتي. وعندما تكتمل سعادتنا إحنا الاثنين يكتمل السعادة بظهور طرف ثالث اللي هو الطفل، وبالتالي تتكون الأسرة المسيحية السعيدة. نعرف اثنين السبب الأولاني أن هناك بحث خاطئ عن الزواج. السبب الثاني الفشل الزواج اسمه بيوت غير سعيدة. للأسف
احنا لما بنبص حوالينا نلاقي الجمله السائده في بقنا النهارده انا مش عارف تيجي تكلم اي واحد عن الجواز يقول لك يا عم الموضوع ده مش في بالي. كبر مخك. تكلم واحد يقول لك يا راجل انت عاوز ده انا عصفور كده في السماء بطير. هتقفش على انفاس الجماعه اللبنانيين لما سافرت لبنان عندهم تعبير ظريف يقول لك نحن ما بنلبس الدبله هيك بل هيك. يعني ما بيلبسوش الدبله هنا بيلبسوها فين؟ الدبله مش في الصباع هيك يعني راح تخنقني. يعني هتخنقني ولا ايه الحكايه؟ هم عندهم الدبله ايه؟ قيود للحريه. فالبيت غير سعيد. صراعات عائليه ضخمه تدخل البيت المسيحي انها حرب العراق والكويت. الام هي الكويت والاب هو العراق. واحيانا العكس الام تعمل صدام حسين تمام وتدي بقى تمام ويبقى البيت قنابل. واحيانا قنابل عبر الغرف يعني احيانا قنابل وجها لوجه لما يشوفوا بعض اشتباك مصارعه حره وغير حره فاهم قصدي؟ واحيانا في الاوضه تراشق بالالفاظ روح مزعق له من الاوضه وهو يروح رابط عليها والعيل في النص يعني ايه عامل زي الشبكه بتاعت الكوره. الكوره عماله تعدي شتيمه قام الاب يرد بشتيمه والواد عمال ايه يحكم يصفر يقول الحقوني يا جماعه دي الشتايم بايه؟ بتتطاير. اول طبعا ده بيتغرس جواه ان بابا وماما ايه اعداء. فلما بيكبر مش ناوي يكرر الماساه دي هيعيش تاني خبره الماساه بتاعت بابا وماما. فالبيت غير السعيد يساوي رفض مستمر للزواج. نمرة ثلاثة من الأسباب برضو أخرى نماذج الزواج غير الناجحة بين الناس أصدقائنا ومعارفنا. يعني مش بس البيت اللي تربيت فيه غير سعيد. لا أيضا النماذج اللي بتحصل اليومين دول تلاقي ولد تزوج ببنت ومن جوه الكنيسة وللأسف أحيانا بيبقوا خدام وخادمات ويبقى الخادم ملاك بيرفض والخادمة مش ملاك ملاكين بيرفرف. وعندما يتزوج هذا الملاك بهذه الملاكة تفاجأ أن البيت امتلأ بالشياطين. الله طب ما احنا كنا حلين. هو يقف على المنبر يقول يا أيها الناس أحبوا بعضكم بعضا وهي تروح رد عليه وأنا أيضا أحب بعضكم بعض. أول ما يخش في البيت ده بيقول أحب لا هوب روح ناقشين في بعض. بقول له انت مش قلت على المنبر احب بعضكم بعضا؟ يقول لها لا ده للناس انا كلام تاني. انت بقى الكلام بتاع الكنيسه ده خالص خلينا نعيش مع انت انا تقولي حاضر بس ماشينيش تمام. مره اتذكر كنت في كنيسه من كنائس القاهره وبعدين للاسف يعني مش عايز اقول للاسف لكن يعني اجبروني ان انا اشترك في حل مشكله عائليه ست شهور بحل فيها مفيش فايده. ست شهور الخادم كان امين ثانوي والخادمه امينه اعدادي. امين اعدادي ثانوي وامينه اعدادي. يوم ما اتجوزوا الكنيسه كلها قالت هذا هو زواج القرن تزوج ثانوي باعدادي. وقالوا البيت المسيحي ده اللي هترفرف على اعلامه المحبه دول لما يخلفوا مش هيجيبوا عيال. امال ايه؟ رهبان عدي الرهبان على طول رهبان هيخلفوا رهبان ينزل العيل بالالاف وعدينا على طول للقديسين على طول. ليله الجواز فتح لها افسس خمسه عشان نبقى على وضوح يعني او قبل ما نمسي على بعض راح فتح افسس خمسه. قام قال لها ايه؟ ايتها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب. لا بصي بقى عشان ايه يعني افتتاحية عسل يعني لو تسمع الكلام من الاول يبقى الاول وشرط اخر نور. الكتاب بيقول ايها النساء اخضعن راح ترد عليه ما هي خادمة ردحت له من الانجيل. قام قالت له ايه؟ قالت له بس الكتاب بيقول ايها الرجال احبوا نساءك. قال لها خلاص اخضعيني وانا احبك. قالت له لا حبني وانا اخضع له. ردح ارثوذكسي يعني فاهم ليله الفرح. اخضعيني وانا احبك حبيني وانا اخضع لك اخضعيني هوب بقى اشوف بعض. جابوا مين؟ العبد لله. رحت لهم نحط الحاجه الساقعه ونشرب ده زلطه ودي طوبه.
هشرب الحاجة ساعة وانزل الاسبوع اللي بعده حاجة ساعة شربت نصف شركة الكوكاكولا حاجة ساعة عنده. ان حد فيهم يوحد ربنا ويسمع مفيش, هي حاطة هنا جبس وهو حاطط هنا طين ولا حد بيسمع ولا حاجة. بعد دول بيروحوا الكنيسة وشين في شارع عيني على وشهم غضب الله, الاثنين مكشرين والاثنين مجبشين والاثنين ايه ده. وبعدين يضربوا امثلة تلاقيهم قاعدين يا عيني هو في حتة وهي في حتة, قلنا اتكلموا مع بعض يقعد على طول. بيبقى واضح لما اتنين بيقعدوا مع بعض يتكلموا بيبقى واضح على طول مدى التفاهم اللي بينهم. نموذج سيء جدا للحياة. طب الناس الشباب لما يشوفوا الخدام بهذا المنظر بهذه الصراعات كيف نحب الزواج؟ اذا يبقى بيوت غير سعيدة, زواجات ايضا حالية غير سعيدة. نمرة اربعة في اسباب فشل الزواج في تقديري هو الانانية والخوف من الانجاب. الخوف من الانجاب بمعنى ايه الخوف من الانجاب؟ بمعنى ان الانسان يحب ان يحتفظ بانانيته ويخاف من انه يجيب طفل يعوق انطلاقه في الحياة. يقول لك انا اتجوز بس ايه مخلفش, الاولاد بيعيقوا الحركة. وطلع موضة اليومين دول بنشوفها كتير, بيتجوز يقول لك احنا نأجل الخلفة 3 4 5 سنين نكون نفسنا. هم مش بس بيكونوا نفسهم, لا ده في حاجة في خلفيتهم انهم مش عاوزين اطفال يتعبوهم في الحياة. الطفل معيق للحركة, احنا عاوزين ننطلق ونبقى على حريتنا. ولما بيجي الطفل للأسف بيجي غصب عن الأب والأم, وده تصريح شديد بالأنانية لأن الطفل إيجاد آخر. وإن كان الطفل بيتعب في أنه يحتاج تربية ومتابعة لكنه أيضا تحقيق للذة للأبوين. فالطفل امتداد لنمو الأب والأم, بيعلمهم أكتر ما هم بيعلموه. وربنا يدينا مرة نبقى نتكلم على موضوع تربية الأطفال, لأن عندما تربي طفلا أنت تتربى معه. خلي الأسئلة معك حبيبتي. عندما تربي طفلا أنت تتربى معه, أنت بتكبر وبتتعلم منه وبيعطيك دروسا أكثر مما تعطي. يبقى نمرة واحد بحث خاطئ عن الارتباط, ادي سبب الهدف مش واضح. نمرة اثنين المنزل اللي تربينا فيه مش سعيد. نمرة ثلاثة الزواجات المحيطة بنا غير سعيدة. نمرة اربعة انانية وخوف من الانجاب, عشان كده احيانا نقولك مش هتجوز مش عاوزين خلفة ولا وجع دماغ خلينا تبقى احرار, ودي انانية شديدة. نمرة خمسة واخر حاجة بقى في اسباب فشل الزواج قضية الفهم الخاطئ للبتولية والزواج. الحته دي بتعمل في ذهننا لخبطه شديده في فهم قضيه الارتباط. قضيه البتوليه والزواج بتخلي الناس تفضل البتوليه عن الزواج وتتصور ان المتزوج مسيحي درجه ثانيه. في مفهوم شائع عندنا لا اعرف من اين اتى ان البتوليه افضل من الزواج. لم يقل احد في الاباء هكذا, ولم يعلمنا الكتاب المقدس هذا, بل علمنا ان المتزوج والمتبتل الاثنين قدام ربنا واحد. ربنا لما بيقيس مش بيقيس بحالة الارتباط وعدمه, لكن بحالة ايه؟ القلب والتقوى الداخلية. تلاقي على جبل التجلي على يمين المسيح موسى المتزوج, وعلى شماله ايليا غير المتزوج. مش كده ولا ايه؟ كيف تلاميذ المسيح بولس الذي لم يتزوج وبطرس المتزوج. تلاقي ان البتولية والزواج لا يوجد بينهما افضلية ابدا. الافضلية في ان تكون انت انسان تقي. والكتاب تاريخ الكنيسة بيعلمنا ان ربنا مرة حب يدي درس للقديس ابو مقار, فقال له يا مقار في اتنين ستات في اسكندرية على نفس قامتك الروحية. صعب قوي عليه ابو مقار, ده انا الراهب القديس اللي عايش في البرية كل هذا العمر اللي بيتربى تحت ايدي عدد رهبان لا حصر له. ابو مقار كان تحت ايده في وقت ما 10,000 راهب يتتلمذ على ايديه, اللي اسس الاحد مؤسسين الرهبنة بكل معانيها, القديس الذي قال عنه انطونيوس قوة تخرج من هاتين اليدين. هذا العظيم ربنا يقول له اثنين ستات في اسكندرية احسن منك متزوجات, وياخد بعضه ابو مقار ويسافر اسكندرية وربنا يكشف له ان الاثنين دول ما عندهمش هذه التقوى بتاعته. لا هم بيترهبنوا ولا هم متبتلين ولا بيصوموا صومه ولا بيتمسكوا نسكه. كل اللي بيعملوه ايه؟ بيحبوا بعض بس.
اثنين ستات سلايف بيحبوا بعض، دي بتربي ابن سلفتها والتانية بتربي ابن سلفتها وبيحبوا بعض حب شديد جدا. فطلع من هذا المكان يمجد الله ويقول يا رب انت تنظر الى القلب اما الانسان فينظر الى ايه؟ العينين. حكاية مفهوم البتولية دي خلت الناس تتصور ان الذي يتزوج يخطئ. انا فاكر كان عندنا واحنا صغيرين في مدارس الاحد كان عندنا خادم، والخادم اللي كان بيخدمنا كان يقعد يتكلم معانا عن الحياة الروحية وعن التقوى وعن الابدية وعن الرهبنة وبعدين في يوم من الايام جه لابس دبلة في ايده، فقام واحد بس قال لي اتجوز يعني زي ما يكون ايه انحرف يعني اتجوز يعني انحرف ده ضل الطريق وتاه يعني مش ناسي انا التعبير ده بتاع اتجوز اللي هو يعني ايه ده بيتجوز ده ولا ايه. حتى لما احنا بنيجي نعلم احنا نفسنا بنخطئ كمعلمين، لما بنيجي نعلم لاولاد الصغيرين نيجي في سن في الفتره بتاعه التربيه يبقى كل توجهنا وتعليمنا عن الرهبنه فقط ومفيش موضوعات بتتكلم عن الحياه الاجتماعيه، ده طبعا بنعمله بسلامه نيه. نيجي للولد الصغير اللي في ابتدائي ولا في اعدادي نقول له بص حبيبي اذا بحثت عن طريق الكمال سيب الدنيا وروح الدير. يكبر الولد شويه يجي في السنه اللي بعدها يقول له طريق الكمال سيب الدنيا وروح. الولد مش معايا اصلا، الولد عمال يفكر في البنت اللي بره وبصحابه اللي في المدرسه والخادم اللي جوه عمال يقول له سيب الدنيا وروح الدير سيب الدنيا وروح الدير، والولد مش هنا خالص مخه مش معايا خالص. فهو جواه مشاعر عمال يقول له الحب غلط الحب حرام الحب حلال، والخادم عمال يقول له الحب سيبك من الحب والحرام والحلال انت تسيب الدنيا وتروح الدير. يا استاذ انا بسالك عن مشاعري، مشاعرك ماليش دعوه بمشاعرك، الحل هناك، فروا يا اخوتي فروا اجري. فالولد بيحس بايه؟ صراع، لان محدش بيرد عن مشاعره. هل الدير رائع؟ رائع، لكن الرهبنه للكل؟ لا، لفئه من الناس. القاعده العامه من البدء خلقهما ايه؟ ذكرا وانثى. الرهبنه دعوه والزواج ايضا دعوه، فالمفروض ان انا في التعليم اكلمه عن الرهبنه واكلمه عن الزواج. ولما اكلمه عن الزواج اكلمه عن تفاصيل مشاعره وعن تفاصيل حياته. بيطلع الولد بتطلع البنت، ودي انا بشوفها كتير حتى على مستوى العلاج، تبقى البنت عندها عقده من الزواج وعقدة من الجنس وعقدة من الأولاد، وتشعر أنها عندما تتزوج فهي تخون الله. يعني أنا شفت حالات كده البنت تبقى شعر أنها بتخون ربنا، بتخون ربنا لأنها ارتبطت بآخر، تقول المسيح عريس نفسي أنا كده خائنة لربنا. إيش جابني جاب؟ ما هو المسيح عريس نفس البتول وعريس نفس غير البتول المتزوج. لأن البتولية في معناها قبل أن تكون بتولية الجسد هي بتولية إيه؟ النفس والقلب. فالنفس نقرأ ليوحنا ذهبي الفم المقالة الرائعة اللي كان كتبها اسمها عذراوية القلب. في حاجة عنده اسمها إيه؟ عذراوية القلب، يعني القلب يبقى عذراء. المتزوج يحمل في قلبه بتولية للمسيح. يعني إيه البتولية؟ يعني إن أنا أبقى بطيع وصايا ربنا، ابقى خاضع ليه، وشريك الحياه بالمعنى ده بيطيع وصايا ربنا وبيبقى خاضع ليه. فبتوليه القلب ربما تكون اقوى واكثر تاثيرا من بتوليه الجسد. ولما نطلع فوق يا جماعه في السماء هنكتشف ان ربنا بيقيس قلوب الناس بنياتهم وليس باشكالهم. مش مهم الشكل، هنعرف في السماء ان ربنا اختار سمعان الدباغ البسيط ينقل جبل المعظم، وساب عمالقة هذا الزمان من الخدام المعروفين. وهنعرف انه جاب امبرويس الرجل البياع بتاع الملح عشان يبني على اسم كاتدرائية عظيمة، وترك عمالقة الرهبان والقديسين في ذلك الزمان. لان ربنا بيدور على ايه؟ يا ابني اعطيني ايه؟ فاعتقد ان الخمس حاجات دول بيتعبونا جدا في صناعة قرار الزواج. عشان كده ربما إذا تجنبنا هذه المفاهيم يبقى عندنا مجال جيد لزواج ناجح. نمرة اثنين، ودي النقطة الأولانية، يا أحبائي تجنبوا أسباب الفشل في الزواج. لا تنظروا إلى فشل بيوتكم أو البيوت المحيطة بكم، ولا تنظروا إلى الزواج على أنه صراع بين شريكين حياة هيجيهم منافس ثالث اسم الطفل
يعكن علينا حياتنا، إنما الزواج هي متعة لقاء الآخر وإيجاد آخر للوجود. الطفل مش عذاب، الطفل متعة وبركة وبيكمل حياتك وبيضيف إليك. لا تكن أنانيا فتحيا وحيدا، لأن الجحيم هو الوحدة والسماء هي الشركة. هو الجحيم عبارة عن إيه؟ وحدة. الخذوه اطرحوه في الظلمة الإيه؟ ظلمة. الجحيم وحدة وظلمة، أما السماء فهي شركة. فعندما نتشارك نبني سماء في بيوتنا. خليهم معك عشان مش كل خمس دقايق. فلا بد أن نوجد آخر. فاخرجوا من هذه الأنانية. عمق في نفسك مفهوم عن الزواج راقي. فالزواج هو صورة الله في الإنسان. من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. ليس الزواج بأقل من البتولية، بل هو شرف وبركة وإكليل. تأخذ إكليل في الزواج مثلما تأخذ إكليل في البتولية. هذا يجاهد وأنت تجاهد. بل أحيانا عند الآباء يرون أن المتزوج إكليله يمكن يكون أكثر من إكليل المتبتل، لأن المتبتل يجاهد وحيدا، أما المتزوج يحمل على كتفيه شريك حياته أو أسرته. يبقى تجنبوا أسباب الفشل. نمرة اثنين، النقطة الثانية اللي حابة أتكلم عليها اسمها كيف أعد نفسي لأكون زوج أو شريك حياة صالح. السؤال دايما بنسمعه، يا ترى إيه هي مواصفات شريك الحياة؟ كل واحد عنده حلم قديم عندما يرتبط يريد أن يجد صفات رائعة في شريك الحياة اللي بيختاره. البنت بتحلم بفارس الأحلام، الفتى الوسيم القوي، الرجل اللي عنده خشونة الرجولة ونعومة الكلام، عندها حلم كده. والولد بيحلم بالبنت اللي هتعطيه إحساسه بالسعادة وتحبه. في أحلام في ذهننا كده، هذا أمر لا يمكن أن ننكره. أهم من كده مش أين يوجد شريك حياتي، لكن أهم من كده أنا أريد أن أكون أنا نفسي شريك حياة صالح. يمكن بتدور على شريك حياة كويس ويمكن تجد صعوبة في انك تحصل عليه، لكني النهاردة مش بشجعك تدور عليه. قبل ما بشجعك تدور عليه، بشجعك ان تهيئ نفسك انت وتعد قلبك وصفاتك وتكوينك وقيمك ومبادئك لتكون انت شريك الحياة المناسب. فبدل ما تدور تكون نفسك من الداخل. وعندما تجد نفسك صالحا للزواج ستكتشف امر غريب جدا، ان الله احضر اليك من تبحث عنه دون ان تبحث عنه. هذا هو خبرة كل اولاد ربنا اللي اتجوز. الزواج مش عملية بحث، انا بدور وهي بتدور، البنت بتبحث عن الرجل والرجل بيبحث عن المرأة، بقدر ما انه الرجل بيحيا رجولته وقيمه ومبادئه المسيحية، بيبقى انسان حلو مناسب، وهي بتعيش قيمها المسيحية. واحنا بنتحرك في طريق الحياة دون ان نحسبها ودون ان نعدها، نجد انفسنا قد ايه تجاذبنا. في فرق بين نقعد ادور، وفي فرق ان انا وانا ماشي في الحياة بشكل عفوي، يمكن طبعا الاصدقاء يتدخلوا والاهل يبقى لهم رأي وابونا في الكنيسة يساعدني ماشي، لكن وانا ماشي مش بدور بقدر ما بكون نفسي، فبكون انسان ايه صالح وجيد وطيب. وهي ايضا هكذا، ولان الله اعد لك شريك حياة واعد لك شريك حياة، واحنا ماشيين في طريق الحياة بيحصل ايه تجاذب تقارب. هذه هي قصة ادم وحواء. كيف تزوج ادم؟ عايزين تعرفوا ادم تزوج ازاي؟ اسألوا سفر التكوين. لقد تزوج ادم عن طريق خطوتين. ايه هما الخطوتين بتوع ادم؟ اقروا قصة ادم، فهو قصة جميلة جدا، ادعوكم ان تتأملوها، لانك اذا عشت هذا الاختبار بتاع ادم هتلاقي نفسك بترتبط بشكل مثالي الشكل بتاع ربنا. ايه بقى ادم اتجوز ازاي؟ ادم في بدء الخليقة كان لوحده، فربنا جاب له الحيوانات يعمل ايه؟ يسميه. فابتدى يسمي الحيوانات ذكرا وايه؟ وانثى. وهو عمال يسمي الحيوانات من كل جنس ذكر وانثى ذكر وانثى ذكر وانثى، بص الروح ما لقاش من جنسه معينا نظيره، يقول لك اما لنفسه
فلم يجد معينا نظيره. فشعر بالألم، قال معقول الحيوان يلاقي من نفسه معين وانا ما لاقيش؟ بس عمل ايه؟ وجعته الحكايه دي بألم. فيقول الكتاب كلمه لطيفه، وقال الرب الاله ليس حسنا ان يوجد ادم وحده اصنع له معينا ايه نظير. الله يا رب، ادم اشتكى لك؟ قال لا. امال ايه اللي حصل؟ قال انا حسيت بمشاعر ادم من غير ما ادم يتكلم. فكانت الخطوه الاولى ايه؟ بسبب قرب ادم الشديد من ربنا والتصاقه به، شكوه ادم وصلت قلب ربنا. فكان اول خطوه ادم عملها ايه؟ دخل في علاقه حلوه بربنا فاشتكى له همه، اللي احنا بنسميها بلغتنا الحاليه ايه؟ الصلاه، اختبار الصلاه، ان ما تشعر به تنقله الى الله. ادي واحد. نمرة اثنين، ربنا جاب ادم يقول لك اوقع الرب الاله سباتا على ادم فنام. الخطوة الثانية اللي عملها ادم ايه؟ نام. يعني ايه نام؟ يعني هو ما حملش الهم، ربنا اللي دبر له العروسة وجابها له لغاية عنده، وهو نايم ربنا خد ضلع من ضلوعه وبناها له ايه؟ صحي ادم من النوم يقول لك واحضرها الرب الاله الى ادم، بصلها وقال هذه الان عظم من عظمي ولحم من لحم. يبقى الخطوة الثانية اللي عملها ايه؟ نام. بمعنى ايه نام؟ بمعنى انه محملش الهم، مقلقش، سلمها لربنا. لقى ربنا بيعمل ايه؟ بيجي بقاله لغاية عنده. عاوز تتجوز؟ صلي ونام. تصحى من النوم، مش نام يعني ما تشتغلش، مش نام يعني ما نام يعني ما تقلقش، نام يعني ما تتوترش، نام يعني ما تحتارش. اعمل زي ادم عندما نام فاستيقظ وجد شريك الحياة جايله. واذا كان ادم الاول اعطانا الدرس في انه ينام عندما تأتي المشاكل، بمعنى بيسلمها للمسيح، فادم الثاني اللي هو المسيح للمجد عندما تعرض لآلام الحياة نام برضه. فين؟ قال في المركب. لما المركب المية هاجت والبحر هاج والمشاكل كترت، عمل ايه المسيح؟ كان في مؤخرة السفينة ايه؟ نائما يعني مش شايل الهم. اذا عندما تعصف بك الافكار وتقول اتجوز زي اليومين دول، هو في حد يعرف يتجوز؟ ده في صعوبة في الشقق، وفي صعوبة ان الاقي واحدة مناسبة، ولو لقيت المناسبة جهزها ازاي؟ دي طلبة كذا وعايزة الخمسة عين بتوع الدكاترة، مش عارفين الخمسة عين دول؟ تعرف عايزة عيادة، وعاوزة مش عارف عمارة، وعاوزة عزبة، وعاوزة عزوة، وعاوزة مش كده؟ اجيب منين يا عيني الكلام ده كله؟ انا على باب الله. ولو لقيتها ابوها يوقف لنا زنهار على باب الشقة يقول لي اذهب بعيدا، ما تنفعهاش، كون نفسك بعد 20 سنة تجيلي يا ولد. فاهم قصدي؟ اعمل ايه في الكلام ده؟ اقول لك عندما تقدم مشاعرك الداخلية لله وتضع قلبك في يده وتقول له يا رب انت المسؤول عن زواجي مش انا، انت اللي خلقتني مسؤول عني ومسؤول عن زواجي ومسؤول عن بيتي، انا عارف ان في اليوم المناسب هتجيب لي الانسان المناسبه تحضرها الي. فجاه افتح عيني الاقي نفسي ايه؟ اكتشفت شريك حياتي. في فرق ده بقى بين الانسان ده وبين واحد يعني ايه واخد موعد من النوته. واحد صاحبه قال له بص في بنت جميله جدا في الاجتماع الفلاني، هوب يروح مسافر على مش عارف ايه ويقعد على باب الاجتماع، يا فين يا فين يا فين اهي اهي روسيا فعلا بنت كويس، يروح يتكلم معاها يلاقيها واقفه، يلاقيها ابن عمه، ما تنفعش، عامله زي ابن عمه كده بس شكلها لطيف بس ما تنفعش. زي مره كنت في اجتماع فجالي واحد على الباب قال لي يا دكتور ماجد في النعم، قال لي اتجوزت ابن عمه. قلت له ليه؟ قال لي هي ارجل مني. اقول لها صباح الخير تقول لي مساء الخير تقول لي زي الصحه تقول لي عايز اكل تقول لي مفيش حاجه طول النهار كده انا تعبت عندك علاج. قلت له حاول معاها تخليها من ابن عمك لبنت عمك، لحلحها، اديها احساس بانوثتها، مش جايز انت يا اخي واقف رخر هي بتقول لك اوه انت تقول لها اوه، يعني لحلحها كده اديها المشاعر. طيب يقول لك انا ده واحد مالي عين اللسته النهارده في كنيسه كذا اجتماع كذا، ماليهم عارفهم الاجتماعات بقوا معروفين الاجتماعات دلوقتي، كنيسة كذا فيها فلانة وفلانة وفلانة وفلانة،
يروح يحطب نفسه يروح يدور ويرجع ولا واحدة من دول نفعت. وبعدين يقول طب معلش نحاول تاني، بابا جايب لي واحدة تمام من الشغل، مش عارف صاحب بابا ان في الشغل قال له على واحدة مش عارف بنت عم مرات خال ابن اخت جوز اخت مش عارف مين، يروح يجري يا عيني يشوف ويجي من طول النهار في المشاوير. انا كان عندي واحد يقول لي ايه، انا باخد 3 مواعيد في اليوم، يعني واد ايه يعني عنده لسه مشغول، واحيانا يدخل مواعيد في بعض يعني من كتر ما هو مشغول. احيانا معلش يا جماعة انا مش فاضي 8 جيلكوا 9 عشان 8 في ايه معايا تاني هيشوف ده ويشوف ده، ومسكين عمال يدور ومحتار وتعبان وعمال يدور. وواحد تاني قرر ان هو يضع مشكلته بين يدي الله، قرر انه يقول له يا رب انت اللي هتجيب لي شريك حياتي. فهو ماشي يلاقي الكتاب المقدس يتحقق في حياته واحضرها الى ادم. افتكر الايه دي، افتكر انك انت عندما تجد شريك حياتك ستنفتح عينيك وتجد يمكن تبقى جنبك وانت مش دريان، ويمكن انت ماشي في طريق الحياة وفاجأ بيها ربنا بعتها لك، بس انت بقى انك محتار ومشغول وتعبان وقلقان مش شايفها. اللي عاوز اقوله بقى يا جماعة، كيف اعد نفسي لاكون شريك او دوب الحياة ناجح؟ انا هحط نقطتين اثنين عشان وقتنا. الدور الاولاني اسمه بناء، يجب ان تبني في نفسك مفهوما صحيحا عن الحب. كيف اعد نفسي للزواج؟ انا عاوز ابقى زوج صالح، مش بدور على شريك حياة، انا عاوز ابقى انسان صالح، عاوز ابقى زوج جيد مثالي، عاوز شريك حياتي لما يلاقيني يقول له اشكرك يا رب لقد اعطيتني هدية. يعني انا عاوزك تحرص على اصلاح ذاتك، لان اللي بيحصل غالبا ايه، احنا بنحاول نخلي اللي قدامنا كويس وبننسى نبقى احنا ايه مريحين ومبتسمين وحاملين في قلبنا سمات المسيح. عاوز شريك حياة كويس، كن انت انسان صالح، وعندما تكون صالح يكافئك الله بان يعطيك امرأة صالحة، امرأة فاضلة. يقول الكتاب امرأة فاضلة ايه، بس الامرأة الفاضلة تحتاج ايضا الى رجل ايه فاضل. انت تكون انسان فاضل وطيب وجيد فيرزقك الله، زي ما تعلمنا الكنيسة بالمرأة الفاضلة، ده عطية من ربنا. على فكرة يا جماعة الزواج المسيحي هدية عطية، الزواج ليس مجرد ان تختار، ده ربنا اعد لك انسانا من لحمك ومن دمك، ويحفظ لك هذه الانسانة ويحفظ لك هذا الانسان الى اليوم المعين عندما يكشف عيونكما بعضكما لبعض. وكل اولاد ربنا اللي اتجوزوا قالوا لي الاختبار الجميل ده، اول ما شفتها شعرت ان دي لحم من اللحم وعظم من عظم، مش اللي بيسموه جماعة التانيين الحب من النظرة الاولى، مش حب، حاجة اعمق من الحب، احساس بالحضور الالهي. احساس بالنعمة، احساس ان الكيانين دول اتخلقوا لبعض، ده اللي اختبرت على اولاد ربنا، مش مجرد اعجاب بالشكل، لكن ما هو اعمق من ذلك هو توافق كيانين بعضهما ببعض. يبقى اول حاجة نعملها ايه، كيف اعد نفسي ببناء مفاهيم صحيحة عن الحب. ده حد سمع الوعظة كويس. طيب عاوزين نتكلم يا جماعة عن مفاهيم الحب. للأسف يا جماعة مفاهيم الحب المسيطرة علينا هي المفاهيم التي تحركنا إلى الزواج. وأنا أريد اليوم يا جماعة أن احنا نغير مبادئنا ومفاهيمنا عن الحب. الحب اللي بيتدفق إلينا عبر قنوات وسائل الإعلام ليس بالمعنى الصحيح حب. الحب اللي بيتدفق إلينا عبر وسائل الإعلام، الحب اللي بيغنوله في الأغاني وبيقولوه في الأشعار وبيكتبوا عنه في المجلات، ليس حبا بالمعنى الذي نريد أن يبنى داخلك. الحب اللي بتتكلم عنه وسائل الإعلام هو حب الجسد والجمال، حب الجسد وحب الجمال. الحب في وسائل الإعلام سلعة تباع وتشترى، الحب في وسائل الإعلام تجارة، إذا حبيت أنك أنت تتاجر بيه ستجد له بضاعة رائجة في السوق. عاوز المجلة تمشي
حط على غلاف المجلة امرأة جميلة شكلها حلو الناس كلها تشتريها. عاوز فيلم ينجح هاد بطل وسيم مفتول العضلات شكله مش عارف ازاي وبنت جميلة مش عارف شكلها ازاي ويعمل بينهم اي كلمتين ينجح الفيلم. اذا الموضوع ايه؟ مش موضوع ان الناس بتتكلم عن كيف يعطي الزوج لزوجته، مش ناس بتفكر في العطاء، لا ده مجرد جمال خارجي نتاجر بيه ونحرك الشباب كيف يستطيع ان يمتلك هذا الجمال. دي الكارثة بتاعت وسائل الاعلام. المفهوم ده لما بيستقر في عقولنا بيصبح الزواج عبارة عن ايه؟ تجارة جمال، تجارة جسد. فللأسف تلاقي ايه؟ تلاقي البنت وهي بتدور على شريك الحياة مخاف الولد الوسيم الجميل، الولد اللي هتسرقه من 3 4 10 15 بنت فتبقى ايه امتلكته. ده مش حب، دي أنانية. والولد نفس الكلام عاوز البنت اللي جميلة الملفتة للنظر اللي مش عارف ايه يروح واخدها من وسط الولاد كلهم يبقى هو امتلكها ونجح في ان هو يكسب حبها او ده. الحب ده بس مش حب، ده اسمه ايه يا جماعة؟ حب وسائل الاعلام. يعني ايه حب وسائل الاعلام؟ ده حب قائم على الجمال وعلى الجسد. وانا احذركم من هذا الحب لانه حب لا يدوم. هذا الحب ان كان يسمى حبا فهو يسمى خطأ حبا، لكن في اعماقه شهوة، في اعماقه انانية، في اعماقه بحث عن متعتي وليس رغبة في الخروج لاعطاء الاخر شيئا. الحب في المسيحية مش كده. الحب عند المسيح ان الانسان عندما يرتبط بشريك الحياة ليس فقط يبحث عنه لكي يتمتع بوجوده، ولكن ايضا لكي يعطيه سعادة وحقه في الوجود. ده نوع من انواع الخروج من الذات ونوع من انواع اعطاء الاخر فرح وبهجة. الحب عندنا اكثر من مجرد الشكل، انما هو حب الايه؟ العطاء وتحقيق كيان اخر. اللي بيفهم الحب بدون هذا المعنى العميق بيتعس، عامل زي واحد كان بتقدم له كوباية مية متصور ان دي مية هترويه، يدقها ما يلاقيش مية، ده حاجة مرة، فهو شكلها مية اسمها حب، لكن عندما تشرب منها لا ترتوي. وهي دي الصراع الازلي اللي في العالم عندما تجد صراعات الحب على صفحات المجلات والجرائد والاشعار والاغاني. تلاقي انه الشاعر عندما يكتب الحب او الفيلم عندما يقص لنا قصة الحب تجد الفيلم مشحون بالعذاب والبحث عن الاخر وعدم الشعور بالسعادة وتحقيق الذات. دايما تلاقي اغنيات الحب لما تتأملها في معظمها يعني تلاقي عيني اللي بيغني عمال ينادي على شخص مش موجود، هو بينادي على شريك الحياة شايفه قدامه وعمال يقرب منه لكن لانه لا يفهم مفهوم الحب عمال ينادي عليه. تسمع بقى كلمة السهد والأرق والفراق والكلام المؤلم ده، ليه؟ لانه لم يتعرف بعد على معنى الحب الحقيقي. انا فاكر مرة كنت راكب سوبر جيت، انا لقيت راجل حاطط شريط، السواق حاطط شريط اغاني، الراجل على الوش الاولاني اللي بيغني يعني عمال يدي من قرونه، تعبان من في واحده تعبان في حياته يعني قلقان، فعمال يقول بحق الايام السودة، انا مش عارف طبعا مش فاكر الكلام يعني اللي وريتيهاني لحوري فيكي واعمل فيكي، انا عمال اسمع شريط مش مركز يعني، صعبان عليا قوي الراجل اللي بيغني ده، بيقول لها في الشريط كلام مضايق يعني انت ضايقتيني وطلعت عيني وكفرتيني حاجه من هذا القبيل يعني. بعد ما خلص الوش الاولاني راح قالب الشريط، فوجئت بالاغنيه الاولانيه اللي حاططها على الشريط الثاني، بقى الناس قالت له زهقنا من الكلام ده. نفس الراجل بقى بعد ما قلب الشريط بيغني اغنية اسمها عذاب يا دنيا العذاب، يعني الوش الاولاني متخانق مع الانسان اللي بيحبها يعني، وفي الوش الثاني بيقول للدنيا ده مش بس ايه الست اللي عذبتني، ده الدنيا كلها بقت ايه، لدرجة ان من كتر ما صعب عليا اللي بيغني رحت للسواق قلت له اديني عنوان وافتقده ولا حاجة. الراجل ده
فتحول الحب الى ايه؟ بحث عن شيء لا تجده. لان الاثنين مش بيحبوا بعض، دول اثنين انانيين اتقابلوا. في واحد يا جماعة اسمه هنري براند، ده واحد من علماء النفس، له تعبير غريب عن الحب الاناني ده. بيقول في حشرة اسمها الارادة. الارادة دي حشرة بتنمو على الحيوانات، تتغذى على دماء الحيوانات. فبيقول ان الزواج الخالي من الحب الحقيقي اللي فيه شريك الحياة بيبحث عن اسعاد الاخر، احنا الجواز بالنسبة لنا ايه؟ بتنمو على ظهر انسان. فبيقول ان دي الحب ده عامل زي ايه؟ زي الارادة اللي بتبقى موجودة على ظهر الكلب او الحيوان، تنص دمه عشان تستفيد هي، وتاخد من دم الحيوان تستفيد. فبيقول احيانا في الزواج يتحول الزواج الى علاقة قرابية، ده الأراضي. وبيعلق ويقول ايه؟ ربما يكون الزواج أراضة على أراضة بدون كلب. يعني مفيش حيوان، يطلع هي أراضة وهو ايه؟ أراضة. هما الاثنين ايه؟ عاوزين يستفيدوا من بعض. هو مبسوط بجمالها وهي مبسوطة بوسامته، ويكتشفوا ان مفيش بينهم توافق، مفيش بينهم رغبة في العطاء، في بينهم صراع على السلطة، صراع على تحقيق الرأي، صراع في البيت مين اللي وتكتشف ان العملية ايه؟ مفيش بينها اي نوع من انواع التوافق. يقول ده زواج تعيس. امال الحب المسيحي اسمه ايه؟ اسمه حب العطاء، انه بيدعو الرجل ان يحب المرأة كما احب المسيح ايه؟ الكنيسة. يعني يحبها، يعني يحبها ويخدمها ويسعدها ويدور على راحتها. اذا دخلت للزواج بهذا المفهوم أحييك، أنت زوج ناجح. نفس الكلام للمرأة. المرأة التي تحب أو تتدرب على الحب هي المرأة التي تدخل عالم الزواج رغبة في إسعاد زوجها. فيتحول الزواج إلى صراع حب، هو بيحبها وهي بتحبه، هكذا يبنى الزواج السعيد. طيب النقطة الثانية، كيف أعد نفسي لأكون زوج صالح؟ اسمه بناء أساس صحيح لحياة الشركة والتفاهم. لا شك أن مشكلة كبرى في الزواج هي قضية التفاهم والتوافق، ودي أنا هرجع لها حالا بعد شوية. أساس حياة الشركة والتفاهم أنه يكون كل واحد في شريكي الحياة عنده القدرة أن يقوم بدوره ويلتزم به ويساعد الطرف الآخر على تحقيق هذا الدور. تقول يعني أقول لك، الكتاب المقدس كلمنا عن دور الزوجة وكلمنا عن دور الزوج. لما يجي يتكلم على دور الزوجة بيكلمها عن الخضوع، ولما يجي يتكلم الزوج يكلمه عن الحب. تقول لي طب وانا مالي ومال الكلام ده، انا لسه ما اتجوزتش. اقول لك لا، ده انت لازم تعدي هذا المفهوم في ذهنك قبل الزواج، وانت لازم تعدي هذا المفهوم في ذهنك قبل الزواج. هو الواحد بيذاكر بعد الامتحان ولا قبله؟ قبله. الواحد بيعد نفسه للزواج ومفاهيم الزواج بعد ما يتجوز ولا قبل ما يتجوز؟ يعني احنا نتجوز وبعدين نسأل بعض كل واحد يعمل ايه، ولا نبقى جاهزين ومستعدين عشان لما ندخل عالم الزواج نبقى داخلين على اساس؟ هو ده المظبوط. اللي بيحصل للاسف انه كل حاجة في الدنيا بنعدها الا الزواج. عاوز تبقى مهندس تخش كلية الهندسة وتقعد 4-5 سنين، عاوز تبقى دكتور تاخد مش عارف 5 سنين في طب ولا 6 سنين وسنة امتياز وسنة تكليف وسنة ماجستير او سنة دبلوم. عاوز تتعلم كمبيوتر تاخد كورس كمبيوتر، تتعلم لغة تاخد كورس لغة، تتجوز يلا نتجوز. ايه يلا نتجوز دي؟ تبص ده واحد عجبته واحدة وخلاص، كلمتين حب ودخلنا في عالم الزواج. طب دورك ايه؟ عارف مطلوب منك ايه؟ عارفة مطلوب منك ايه؟ فالمطلوب ده لازم نبقى ايه؟ مستعدين بيه، نتسلح بيه، عشان لما ندخل عالم الزواج ما نفاجئش بان احنا ايه؟ لا نعرف ماذا هو مطلوب مننا. دور الزوجة، يتكلم الكتاب عن الخضوع. اذا يجب ان تعد المرأة نفسها للخضوع، ويجب ان يعد الزوج نفسه للحب. تقول لي مش فاهم، وضح لي اكتر. تعد الزوجة نفسها للخضوع. كلمة الخضوع في الكتاب المقدس يا بنات مش مقصود بيها انك تسمعي الكلام وبس، مش مقصود بيها كده.
كلمة الخضوع يا شباب في الكتاب المقدس مش مقصود بيها ان الراجل يتحكم في مراته وهي تقول له حاضر ونعم، لا ده مش معنى الكلام. اما كلمة الخضوع مقصود بيها ايه؟ كلمة الخضوع في الكتاب المقدس مقصود بيها القدرة على الوصول لقرار مشترك، عشان تبقوا فاهمين. لما الكتاب المقدس يتكلم عن خضوع المرأة بيتكلم ايضا عن شيء مهم جدا في الكتاب اسمه الخضوع المتبادل. يعني يقول ايه؟ يقول كده خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. وفي سر الاكليل ابونا لما بيكلم الـ 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 الزوجين شريكي الحياة على كرسي الاكليل بيقول لهم كده ليخضع كل منكما لصاحبه. عشان ده مفهوم غلط يا جماعة. احنا مفهومنا الخضوع عند المرأة يعني ان الست تسمع الكلام والرجل يقول اوامر وعليها ان تنفذ، وهذا امر خطر. الخضوع مقصود بايه؟ مقصود بيه ان الاتنين مع بعض ياخدوا قرارات مشتركة، يتعلموا فن النحن اللي انا قلته من شوية، مش انا وانتي احنا هنعمل ايه، وهم الاتنين يفكروا ويتبادلوا الاراء ويتبادلوا الفكر. فإذا اختلفا نبقى في قائد واحد، ده مساعدها المرأة تسمع عشان المركب تمشي، لأن كل مركب لها قائد. لكن الأصل إمتى نلجأ للقرار؟ لما الاثنين ما يعرفوش يوصلوا لإيه؟ لفكرة مشتركة. يعني أنتوا الاثنين عاوزين تعملوا حاجة، تقولي رأيي ويقول رأيي ونتفاهم ونشرح ونوضح. الأصل إن إحنا نحاول مع بعض نعمل إيه؟ قرار مشترك. فإذا تعثرنا في ذلك يبقى لازم المرأة تخضع. يعني الخضوع مش هو الأصل، أمال إيه الأصل؟ التفاهم. أيها الرجل رجولتك ليس في أن تفرض رأيك على زوجتك، فهذا ضعف. هذا ضعف، اللي بيفرض رأيه ضعيف. الدكتاتور إنسان ضعيف لأنه ما عندوش إيه؟ ما عندوش حجة، ما عندوش منطق. اقروا تاريخ الدكتاتوريين في العالم تجدوا أنهم في أصلهم كانوا مرضى. الدكتاتور مريض. ليه مريض؟ لانه ما عندوش حجه، ما عندوش منطق. القوي هو اللي بيناقش، عندك راي وانا عندي راي، والراي الاصوب هو اللي يمشي. فده المفروض في البيت. اذا كنت رجلا تساعد زوجتك على صناعه القرار، يبقى اذا حته مهمه قوي نتعلم فن التفاهم. فاذا لم تتفهمي هذا الوضع ولم تتفهم هذا الوضع سوف تدخل الى عالم الزواج مسيطرا متحكما، وهنا تدب الخلافات. واسألوا البيوت المسيحية هتلاقوا ان اكبر كمية من الخلافات سببها ايه؟ تحكم في الرأي. هو عاوز يمشي رأيه وهي عاوزة ايه؟ تمشي رأيها. هو يقول لها اخضعيني وهي مش ناوية تخضع من غير ما تفهم، وتدب الصراعات. انا فاكر مرة كان في اثنين اجانب موجودين هنا في مصر بيزوروها، وبعدين كان معانا احد الاباء الكهنه اللي يعرف الاسره دي، راجل ومراته. يعني هما الاثنين عايشين في امريكا وما بيتكلموش عربي وجايين يزوروا مصر. وبعدين اتصلوا بابونا قالوا له تعالى يا ابونا من فضلك في مشكله كبيره قوي بيننا احنا الاثنين مش عارفين ناخد فيها قرار. فابونا كلمني قال لي يلا بينا ايه نروح نزور الاثنين دول. فدخلنا على الاسره دي، هما الاثنين بيتكلموا انجليزي بيرجحوا مش بطال ابدا يعني بالانجليزي برضه، بس هم متدينين. فهو ايه الراجل الزوج حاد جدا عمال يقول لابونا ايه اول ما دخلنا، يقول له ايه tell her I am the head of the woman، انا راس المرأة. قل لها ان انا راس المرأة. فالست قاعدة كده خبيثة كده بصت له كده بصة قالت لابونا and tell him that I am the neck that moves the head، قول له ان انا ايه الرقبة اللي بتعمل ايه بتحرك الراس. هو وكأنه هو هي بتقول له هتعمل عليا راس هعمل عليك ايه رقبة حركك. والست تعرف تلعب الراجل تمام، اعمل عليها دكتاتور تسقط لك خالص، سيبك تقول زي ما انت عاوز من تحت لتحت في ايه تلعبك زي ما انت عاوز، تجيبك يمين وتجيبك توديك البحر وترجعك عطشان. عاوز تبقى زوج صالح، عاوز تبقى زوجة صالحة، اول قاعدة تعلموها وانتوا داخلين على عالم الزواج كيف نبني بيننا جسورا مشتركة من التفاهم.
ودي نقطة مهمة جدا، بناء أساس صحيح لهذه الشركة لابد أن نكون لغة مشتركة، لازم تفهم مشاعرها وتفهم مشاعرها. عشان كده بنشجعكم يا شباب لما تخشوا في عالم الارتباط ما تخشش كده على طول تقول حلوة اتجوزها، ايه حلوة اتجوزها دي، ما تنفعش. او تقول يا سلام هو ده، هو ده ازاي؟ تفاهموا سويا. فإذا وجدتم بينكم القدرة أن تبنوا حياة مشتركة للكلام يبقى أنتوا دخلتوا في عالم الخضوع، هي تعلمت تخضع لك وأنت تعلمت تخضع لها، هذا هو مفهوم الحب والاتباع. آخر حاجة أقولها عشان بقى أسيب فرصة للأسئلة نحو اختيار أو اكتشاف شريك الحياة، عندي 5 نقط بسرعة أقولها على كيف تنجح قضية اختيار أو اكتشاف شريك الحياة، هقولهم بسرعة عشان أنا عارف طبعا في كمية أسئلة كبيرة. كيف ننجح قضية اختيار او اكتشاف شريك الحياة؟ احنا قلنا عايزين نسميه احلى اكتشاف مش اختيار، لان انا مش بختار، انا اعد نفسي واسير في طريق الحياة زي ما قلنا، والله يكشف عن عيني فارى عجائب من شريعته، الاقي قدام المرأة اللي ربنا اعدها لي، هذا هو اختبار اولاد الله. 1 2 3 4 5 عدوا معايا بسرعة. نمرة 1 اكتشاف شريك الحياة قائم على الصلاة، دائم في الصلاة، مبني على الصلاة. اذا حبيت ترتبط بشريك الحياة ليكن اختيارك قائم على الصلاة، صلي كتير، دائم في الصلاة، داوم على الصلاة، مستمر في الصلاة، داوم عليه. لانه يا جماعة المفهوم اللي عندنا عن الزواج يحتاج الى تدخل كبير جدا من النعمة، الموضوع مش بالشطارة. مرات تلاقي واحد يعجب بواحدة ويقول فيها كل الكلام الجميل، وان يفاجأ بعد ما يقترب منها انها ليست على الاطلاق الانسان التي اختارها له الرب. والعكس، مرة بنت تعجب بولد وبعدين تفاجئ ان ده ابعد ما يكون. اما عاوزين ايه؟ الصفات الداخلية الخفية دي ممكن يكون الانسان بيداريها وبعدين تطلع في الزواج. لما بشوف مشاكل في الزواج كده تلاقي الولد تفرع، بدافع الاحتياج، بدافع الوحدة، بقاله كتير بيدور فزهق اي واحدة يرضى بها وخلاص، زي ما يكون واحد جعان رجع البيت ما بينقيش اكل، جعان ياكل اي حاجه. لما تبقى شبعان بتعمل ايه؟ بتنقي. والنفس الشبعانه تعمل ايه؟ فهو اي حاجه يقبل بيها وخلاص. يفاجئ بعد الزواج ان اللي كان عنده عشا انها تبقى كويسه كانت عندها عشا انه يبقى كويس، ويفاجئ بعد ذلك انه هذا الامر غير موجود تماما. يبقى صلي كتير عشان ربنا يديك نعمه، لان زواج اولاد الله قائم على النعمه مش بالشطاره، يمكن شايفها حلوه وهي مش كويسه. وعشان كده انا كتير قوي من الشباب اللي احيانا ياخد فرصه ارتباطه ما يكملش، يخطب ويفك او تخطب وتفك، تيجي متضايقه جدا تقول لي ليه ربنا سمح لي بهذا الكلام؟ اقول لك ربنا بيحبك يا اخي، لان ربما انت لما فكيت الخطوبه ربنا اوقف مشروع كان مؤبد. الزواج مؤبد، الخطوبه دي حاجه يعني بنجرب بعض، فمن رحمه ربنا عليك انه اوقف هذا الموضوع، لانه ربما يكون هذا الامر لو كمل كان هيسبب لك تعاسه شديده. عشان كده صلي كتير، وربما عندما تصلي ربنا يقرب اليك انسانه او يبعد عنك انسان، ربما ربنا يقرب منك واحد او يبعد عنك واحد. هتقول لي قعدت اصلي والحمد لله كنت فاكر ان ربنا هيستجيب، فجاه الموضوع اتفشكل، اقول له مبروك، الفشكله دي من ربنا، والموضوع ده لما ما يتمش ده من ربنا، ده ربنا بيحبك، لانه يفتح ولا احد ايه يغلق ويغلق ولا احد. اذا اعتمد على بركه الله وليس على قدراتك الشخصيه. نمرة 2 الحاجه الثانيه في الاختيار، لا تنظر الى جمال الخارج بل انظر الى جمال الداخل. لا يغرك الجمال الخارجي، لان الحسن غش والجمال ايه اهم من الجمال الخارجي. هناك امراه جميله من الخارج وقبيحة جدا من الداخل، وهناك رجل وسيم من الخارج وقبيح جدا من الداخل. قبيح في صفاته، قبيح في تسلطه، قبيحة في عندها، قبيحة في رغبتها في الظهور، في قباحة داخلية. في واحدة مش جميلة لكن تشعر ان هذه المرأة اجمل مخلوق على وجه الارض بسبب صفاتها. كان عندنا، انا فاكر كان عندنا في الكلية في دفعتي كان عندنا واحدة بنت رفيعة جدا جدا بشكل ملفت للنظر، بحيث عشان تشوفها لازم تقف كده، لو وقفت على سيفها ما تشوفهاش، هتشوفها بشكل ملفت يعني كده، يعني تقعد تركز على لما تشوفها فين، يعني بشكل ملفت للنظر، يعني تشعر ان هو حاجة غريبة جدا. ونفاجأ ان البنت دي كان في عندنا شاب في دفعتنا، ولد كان متفوق جدا وكان ولد وسيم وكان من عيلة وكان يعني زي ما بيقولوا يعني عريس لقطة يعني، وكان يعني
جزء من الحديث اليومي الولد ده هيتجوز مين، يقعدوا يتكلموا كده الشباب يعني. وانا فاجئ ان البنت الرفيعه جدا دي اتجوزها في سنه ثالثه كليه، كانت غريبه قوي يعني، يعني ملهوج ليه كده يعني، ما قدامك ناس كثيره جميله جدا. وبعدين في لحظه كده كنا قاعدين معاه في رحله، فابتدى يحكي يعني، فقال انا اتجوزتها لان لقيت فيها الانسانه اللي هتسندني في الحياه دي. جميله جدا البنات اللي في الدفعه دي، جميله بس جميله تتحط في الصالون، بازة لطيفه في الصالون حلوه افرج عليها من المدام الكرسي التابلو. يبقى جواز ايه؟ فرجة يعني، تبقى المدام فرجة، حاجة لطيفة اروح بيها مثلا حفلة لطيفة زي لبس الشيك وخلاص على كده. لكن اول ما تتكلم سدي سدي، ما تتكلميش في هوا بيطلع من هنا، سدي سدي خلاص اوعى تتكلمي، يحذرها اوعى تتكلمي، اوعى تقولي رأيك، لان رأي ما فيش فكر، ما فيش منطق، ما فيش عقل، امرأة جميلة بلا عقل. قال دي انا هعمل ايه بالجمال؟ هو انا لما انا كان هو الانسان متفوق في دراسته، كان عنده طموحات دراسيه، وبالفعل سافر لندن وحضر دكتوراه وتعين معانا في الكليه استاذ مساعد حاليا يعني. هي اللي وقفت جنبه في الحقيقه، قال دي هتجوزها ولا تعطلني، لكن عاوز واحد ايه يسندني في طريق الحياه. فالجمال الخارجي قد يكون في راي بعض الناس مهم، انا مش بقول لك اتجوز امراه قبيحه، لكن ربما يكون الجمال الداخلي اهم بكثير جدا من الجمال الخارجي، وربما تكون امراه على قدر بسيط من الجمال لكنها من الداخل جميله المشاعر والعواطف والاحاسيس، تكون هي الانسان اللي ربنا يفيدك به. ولا تنسى ان الكتاب المقدس عندما حدثنا عن الجميلات قلما حدثنا عن جمال صباحه، يعني تلاقي في الكتاب المقدس كل واحده جميله طلع وراها مشكله، كل واحده جميله طلع وراها مشكله. زي مين؟ زي رحيل مرات يعقوب، كانت جميلة جدا جدا في شكلها لكنها تعبت يعقوب جدا، ورفقة اللي كان شكلها قبيح هي اللي أسعدته وهي اللي جابت له الأولاد. فتعرفين يعقوب اتجوز رحيل ومين؟ ورفقة، رحيل جميلة ورفقة مش جميلة، ورفقة أسف وليئة، أسف رحيل وليئة، فليئة ما كانتش جميلة ورحيل كانت جميلة، ليئة قبيحة ورحيل جميلة، واللي اسعد يعقوب في حياته ليه؟ مش رحيل، ورحيل هي اللي عذبته، وبعد شويه ماتت رحيل واللي كمل بقيه عمره معاه هو ليه، او اللي ربت له اولاده ليه. مثال ثاني داوود وميكال في الكتاب المقدس، اقروها في صمويل ثاني 6. ميكال كانت بنت شاول جميله جدا، لكن ربنا كان مديها لسان يا حول الله، مسكته في مره اقروها في صمويل 6 غسلته هزقته تهزيق، لدرجة ان داود يقول الكتاب لم يعد داود يعرفها منذ ذلك اليوم، قال لها روح الجمالك مش عاوزه، ربنا اداك الجمال واداك لسان مؤلم تعبته وسخرت منه وقالت له واهانت تصرفاته. النقطة الثالثة في اختيار شريك الحياة، التوافق والقبول اهم شرط من شروط الزواج. التوافق والقبول، الناس عندها مقاييس للعروسة الصالحة وعندها مقاييس للعريس الجيد. ايه رأيكم يا جماعة لو صنفنا المقاييس؟ جميلة، غنية، من عيلة، دكتورة، مهندسة، ايه المقاييس؟ قال اهم مقياس للزواج لما عملوا دراسة في علم النفس عن اهم مقياس للزواج اسمه التوافق والقبول. يعني ايه التوافق والقبول؟ مقصود بايه؟ مقصود انك تجد نفسك في الطرف الاخر، عندما تجلس معه تجد نفسك. يقول لك الزواج ده عامل زي ثلاث انواع من اللقاءات. في حاجه اسمها زواج اسمه نار على بنزين، وفي زواج اسمه ميه على زيت، وفي زواج اسمه ميه على سكر. تقول يعني ايه؟ اقول لي اثنين يتقابلوا، اول ما يتقابلوا تقوم الحرب العالميه الثالثه، نار على بنزين، خناق 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 مفيش توافق. وفي اثنين يتقابلوا ما يتخانقوش بس ايه، ما يتفقوش زي الميه وايه والزيت، هي ميه وهو زيت الاثنين زي الفل بس ايه ما يتفقوش، واقفين عند حد معين مش قادر يقرب لها وهي مش قادره تقرب له، في بينهم حاجز من عدم الانسجام. يبص لبعض ماشي معقول معقول وماشي، دي ما تجيش في الجواز لانها اصلها مش ايه، ما بتجيش كده. عندما تشعر ان هذا هو الانسان الذي اختاره لك الرب، تشعر انك عامل زي الميه اللي بتدوب في السكر، بقينا حاجه واحده، بذوبان، يحصل ايه ارتياح وذوبان على طول. زي فاكر مره كان عندي واحد صديق
كان خادم ومعنا في الأسقفية وبيروح أماكن كتيرة كده وبيلف وبيخدم ومتكلم حلو يعني. وبعدين أبونا بتاع الكنيسة قال له أنا عندي ليك عروسة كويسة تعالى اتفرج عليه. هو خادم حلو وأبونا حب يعرفهم ببعض يعني. فدخل يحكي لي هذا. فدخل عليها لها قاعدة قاعدة عرفها بنفسه. فهي بتقول له حضرتك تخدم فين؟ قال لها أنا بخدم في كل حتة بروح هنا وهنا وهنا. فبصت له كده قالت له ولازمها إيه؟ فرشحت الرجلين دي كلها. فبيقول لي أنا بحلقت لها. جاله حالة ذهول. هو لسه بيقول أنا بقالي فروح هنا وهنا قالت له كتير النط قليل الصيد. كتير النط قليل الصيد. خلي بالك ده لسه ما قالوش صباح خير. دي أول ده اسمه إيه ده يا جماعة؟ نار على بنزين يعني. نار على بنزين على طول. يقول لي أنا جات لي حالة ذهول. وقعدت ابص لها شويه وبعد رحت ايه قلت لها فرصه سعيده جدا. وراح ايه مو بس ده في نار على بنزين. وفي واحد يقابل واحده يتكلموا مع بعض وهم بيتكلموا الحديث مش مستمر مقطع كده. يشعر معاه هو بيتكلم ان الموضوع يعني عمال يعني يعكل وقاعد معاه ويبص في الساعة ويقول الحديث مش ممتع مفيش بينهم ايه خلاص ده مية وزيت. وفي اول ما تقعد مع انسان تلاقي ايه يقول لي يا سلام ولاد ربنا اللي اختبروا الزواج الجميل يقول لك كأننا نعرف بعض من سنين كأننا ده اسمه مية السكر. ففي خناقة وفي عدم قبول وفي ارتياح على طول. من الحاجات المهمة قوي التوافق والقبول ده يبدو في ايه يا جماعة يسموه في علم اختيار الازواج الواحد الصحيح. يعني الواحد الصحيح كل اللي يجي الصفار اللي تيجي جنب الواحد كويس. يعني لما يبقى عندي واحد صحيح واحط جنبه صفر يبقى 10 صفرين مين 3 صفار 1000. لو توافق وهما الاثنين مثلا متكافئين اجتماعيا بقى توافق وجنبه صفر 10. وهما الاثنين عندهم مثلا دراسة علمية قريبة من بعض كمان صفر. تقارب مادي كمان صفر. لكن لو شلنا الواحد الصحيح يبقى كل دول ايه الصفر. يبقى التوافق اهم حاجه. اخر حاجه يا جماعه او النقطه اللي احنا قلنا كام نقطه دلوقتي قائم على الصلاه ينظر الجمال الداخلي التوافق والقبول الاتزان الانفعالي. من اهم شروط اختيار شريك الحياه الاتزان. دور في شريك حياتك على انه متزن متحمل المسؤوليه. لما تبص شريك حياتك من اهم الصفات لما تبص على الراجل تلاقيه راجل بمعنى الكلمه ملتزم. لما يقول لك هاجي الساعة 5 ده بيجي الساعة 5. لما يقول لك مسؤول عن كذا مسؤول عن كذا شعوري فيه بالايه؟ بالالتزام. ولما انت تتقابل مع شريك الحياة من اهم علامات الشخصية الناضجة الالتزام. ملتزمة في كلامها، ملتزمة بفكرها، ملتزمة برأيها، مواعيدها مظبوطة، افكارها موزونة، ما تقولش اراء شطة الى اخره. فالشططان في التفكير او يعني الميول الى الاقصى اليمين او الشمال ضد الاختيار. اخر حاجه اكتشاف النفس واكتشاف الاخر من خلال الحوار. بنشجعكم جدا يا جماعه عندما تختاروا شريك الحياه ادخلوا في حوار عميق. اقعدوا مع بعض كتير. بلاش التسرع وبلاش الاندفاع. عندما تسمع جيدا وتحاور جيدا من خلال الحوار بتلاقي نفسك. تقول لي طب افترضنا تحاورنا وطلعنا ما ننفعش لبعض. اقول لك انت اكتشفت نفسك. يعني ربما تقعد مع انسانه وانت بتتكلم معاها نفسك مش قادر تحب اللي هي بتحبه ومش قادر تتوافق معاها. اقول لك طب ما انت كده اكتشفت في نفسك اشياء تفيدك لما تختار شريك حياتك الحقيقي. يعني ربما عندما ندخل في حوارات مستمره الحوار الجميل ده بيننا وبين بعض ينشئ اكتشاف النفس واكتشاف الاخر. تكتشف ميولك وتكتشف ميول الاخر. احبائي اشكركم جدا على حسن استماعكم. ربنا يدينا نعمه في اختيار شريك حياه مناسب له كل